السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الماس. دلوقتي الماس في منها نوعين، في نوع بيبقى موجود في قلب المشروع نفسه، ممكن أجي هنا وأقول له امبليس ماس وأعمل أنا ماس، وممكن أعمل فاملي ماس أحط فيها الشكل اللي أنا عايزه زي الشكل دوت أو دوت أو أي شكل زي ما نشوف دلوقتي، وأبدأ أشكل فيه زي ما أنا عايز. أقول نيو ماس وأبدأ أعمل ماس جديد. تمام، أنا أفتح الماس ديت فاضي خالص، ونبدأ نشوف ازاي نرسم مع بعض مس. المس عبارة عن كتلة، زي ما احنا كنا بنعمل كتل في قلب ال 3D Max او في قلب ال AutoCAD او في قلب اي برنامج من البرامج اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده، برضو نفس الموضوع بيتم هنا في الريفت. وممكن تعمل الكتلة في اي برنامج، لو انت مثلا بتشتغل على سكتش اب ممكن اشتغل على سكتش اب وفي الاخر بقول له انسيرت امبورت كات. تمام، في امبورت كات بلاقي هنا ان انا عندي اختيار ان انا ادخل حاجه سكتش اب. تمام، طيب انا دلوقتي اول ما فتحت تحس ان دي واجهه الفاميلي العاديه، تختلف حاجات ان انا اول ما ادخل في 3 دي بلاقي شكل جديد خالص. شكل جديد بيبقى عندي ان انا اقدر احط كذا ليفل مش ليفل واحد. تمام، فممكن اقول له مثلا ايه، انا عايز ليفل كمان، وابدا احط ليفل جديد اي ليفل انا عايزها. تمام اهي، ممكن اعمل ليفل كمان زي ما انا عايز. تمام، وممكن ابدا ادخل هنا في البروجكت براوزر وابص على الاليفيشن وبلاقي دي الليفلات بتاعتي، ابدا اغير الاسامي بتاعتها، ابدا اظبط فيها اللي انا عايزه. ممكن مثلا عايز اغير اسم اي ليفل فيهم، مفيش اي مشكله خالص. تمام، هقول له هنا كرييت، خلينا نشغل على 3 دي نجرب الميزه ديت ان انا اشغل 3 دي. اقول له انا عايز ارسم مثلا ريكتانجل. طيب انا هرسم ريكتانجل على انهي واحده من دول؟ ما انا عندي هنا ده ممكن يكون المستوى اللي انا هرسم عليه او ده او ده او ده. ممكن قبل ما اجي ارسم اختار مستوى معين وليكن مثلا المستوى دوت، واقول له انا عايز ارسم عليه. يبقى انا كده هرسم فين؟ على المستوى اللي انا كنت لسه مختاره من شويه. اول حاجه تانية، لما اقول له انا عايز ارسم اختار بقى من هنا، اقول له مثلا عايز ارسم في ليفل واحد المستطيل دوت، واروح راسم المستطيل. اقول له انا عايز ارسم في ليفل 6 او ليفل 2، هو عشان كنت عامل شويه مستويات ولغيتها، مستطيل كمان. عايز ارسم في المستوى اللي بعديه مستطيل كمان، مفيش اي مشكله خالص. تمام، ممكن بعد كده اروح جاي اعمل سيليكت عليهم كلهم واقول له كرييت فورم. كرييت فورم هيبدا يعمل لي كتله، ويبدا يبقى الكتله دي كده اهيت، المستويات كلها بدات تتكون الشكل ده، الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. تمام، طيب هل لي ان انا اعدل في الشكل؟ اه طبعا، ممكن اجي على اي حافه منهم زي الحافه دي مثلا واعدل فيها، او ممكن اجي على مسطح من المسطحات وانقله واعمل له روتيت او اعمل له سكيل او اعمل له اي حاجه انا عايزها. تمام، او ممكن اجي على نقطه واحده واحرك فيها، يبقى كده الكتله دي مش ثابته، لا ده انا اعدل فيها زي ما انا عايز. عايز احمل الماس دي في المشروع هقول له لود انتو بروجكت، واروح محملها في المشروع. تمام، طيب فرض ان انا جيت هنا الكتله دي، لو تلاحظ بتلاقي اسمك فويد، يعني انا ممكن ارسم كتله ثانيه فويد هتطرح من الكتله ديت. تمام، طيب لو انا عايز اعدل بلاقي بعض الحاجات زي اكس راي. اكس راي بيبدا اشوف النقاط بتاعتي، اقول مثلا لا ده النقطه دي انا عايز اعدل فيها شويه، وليكن مثلا خليها كده، النقطه دي انا عايز اعدل فيها شويه، تبدا تعدل بحيث ان الشكل يجي على الشكل اللي انت عايزه. تمام، ممكن اضيف ايدج اضيف بروفايل اضيف اي حاجه انا عايزها، ابدا اضيف زي ما انا عايز الشكل دوت اهوت. تمام، دي طبعا تقدر تتحرك فيها وتغير في الشكل اكتر ما هو متغير. تمام، زي ما انت شايف الماس سهله جدا، اي شكل يخطر على دماغك تقدر تعمله وتبدا تعدل فيه زي ما انت عايز، وتبدا اي حاجه تخطر في بالك تقدر تعدل فيها بسهوله. اي شكل يخطر في دماغك، زي ما احنا كنا بنعمل السكتش اب، لان واحد بيقول السكتش اب اسهل من الريفت، الاتنين سهلين والاتنين تقدر تعدل فيه براحتك، وبيديك امكانيات حلوه في التعديل زي ما انت شايف اهو دلوقتي. تمام، وان شاء الله نكمل مع بعض الماس. عمر سليم.